أسأل عن الأدعية التي نسبت إلى بعض علماء الإسلام شيخ صالح، هل للإنسان أن يحفظها أو أن يقولها أو يقول أي دعاء آخر؟ لا يتقيد الإنسان بالأدعية التي ذكرها بعض العلماء، وإنما يدعو بما تيسر له من الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وكذلك الأدعية التي لا تخالف ما ورد في الكتاب والسنة حتى ولو لم يرد لفظها، في الكتاب والسنة الإنسان يدعو بما تيسر بشرط أن لا يخالف ذلك الكتاب والسنة، بأن يكون دعاء فيه اعتداء على أحد غير حق، أو يكون دعاء فيه شرك، أو فيه قطيعة رحم، أو ذلك، فهذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخشية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء محرم، يعني يدعو على شخص لا يستحق الدعاء عليه، إن هذا ظلم، أو يسأل شيئا لا يليق به، يعني يسأل منازل الأنبياء أو يكون في رتبة الأنبياء، هذا شيء لا يستحقه غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا.